اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره من برنامج الترند. طبعا شفنا منذ لحظات قليله جدا تحرك اللاعبين واستعدادهم الى التحرك من فندق الاقامه الى ملعب المباراه. خلاص لحظات قليله والفريق يتحرك في مواعيد ثابته، 6 التحرك، المباراه 7:30 ان شاء الله، تجهيز لهذه المباراه، مباراه الانتاج الحربي، ويكون في انتصار في هذه المباراه ويكون حليف فريق النادي الاهلي. نبدا مع بعض مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، نتيجه مباراه الاهلي والانتاج، توقعاتكم لهذه المباراه. اسيا غنيمي بتقول ان شاء الله فوز الاهلي 3-0. زياد غازي بيقول 3-1 للأهلي. سامي حلمي بيقول 3-0 للأهلي بإذن الله. ياسر حامد بيقول 6-1 للأهلي وكفى. أبو زياد وجنى بيقول فوز الأهلي 3 إن شاء الله. أحمد العسكري بيقول 3-0 للأهلي. بسيوني سعيد بيقول فوز الأهلي 2-0. خلود رمضان بتقول إن شاء الله 3-0 للأهلي. أحمد عاشور بيقول 4-0 للأهلي بإذن الله. حال التفاؤل بتعم طبعا كل جماهير النادي الاهلي. من خلال تويتر فارس عبد العينين او ابو العينين بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز 3-0. محمد حامد بيقول 3-1 للاهلي. اخر مشاركه معانا اماني زيدان بتقول 3-0 ان شاء الله للاهلي، واحمد صبحي بيقول 3-0 ان شاء الله للنادي الاهلي. طيب دي كانت مجموعه من اراء الجماهير وتوقعاتهم لمباراه الاهلي والانتاج الحربي اليوم في الجولة السابعة. في تفاؤل كبير جدا بيعم طبعا الجماهير النادي الأهلي بشكل خاص، والكل بيتفق على الفوز كمان بنتيجة عالية ما بين 3-0 ما بين 4-0، لكن في النهاية في مباراة الدوري أهم حاجة هي 3 نقاط. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.